الله الرحمن الرحيم. النهار هذا كان واحد عرس رياضي مهم بين فتح رياضي الناظر والنادي الكلاسي الخليج العريق. من هذا المنبر هذا ديال السبور ناظور كنحيي جميع فرقة لاعبين ديال فريق فتح رياضي الناظر اللي حداو واحد المقابلة اللي ما شفناهاش هذه مدة زمنية طويلة. في الأول تبينا بأن الفريق راه جاي وما كناش خايفين من النتائج، ولكن دابا الحمد لله فريق فتح الرياضي الناظوري كيلعب جميع لاعبين ابناء المنطقه باستثناء لاعب ولا لاعبين، وهذا هذا هذا كيشرف وكيشرف المنطقه والدور اللي داروه اليوم. وكنحيي الجمهور اللي جا اليوم بكثره، وكنحييه على الطريقه ديال التشجيع ديالو، ونتمنوا ان شاء الله نديروا يد في اليد تصفق، ولكن الجميع اذا كانت رغبه ان شاء الله نديروا في اليد، نحن موجودين ونحن راهن الاشاره تاع الجميع، ونتمنوا ان شاء الله بالمنابر الاعلاميه المحليه وبالجمهور بمسيرين وبابناء المنطقه وهذو اللي كيلعبوا اليوم اولادكم اولاد الناظور اولاد الريف. كما قلت راه فيهم داخل رقعة الملعب كان لاعب واحد اللي خارج المنطقة.